التفاصيل والمشروع والعادل لصحفي البديل لجنة تجميلية عاجلة. أنا صالح الشلاوي صحفي جريدة البديل. احنا النهارده عملنا مؤتمر صحفي لإعلان موقفنا من نقابة الصحفيين وأسباب رفض نقابة الصحفيين التي لم تعلن حتى الآن في خطابات رسمية. النهاردة احنا بنعمل مؤتمرنا في اليوم الثاني من لجنة القيد المنعقدة 29 يونيو، وفي نفس الوقت في اليوم الثلاثين من اعتصامنا داخل مقر نقابة الصحفيين، وفي يعني عقب أيام من إضراب عدد من صحفيين البديل عن الطعام، وذلك لرفض موقف نقابة الصحفيين من التعنت ضدهم وتفويت لجنة المنعقدة حاليا. احنا اتكلمنا على يعني ما جرى خلال فتره الاعتصام، خلال 30 يوم من الاعتصام. احنا اتكلمنا على النفوذ الحقوقيه التي زارت الاعتصام، ودي كان ابرزها الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، مركز هشام مبارك للقانون، الدكتور عايده سيف الدوله، والدكتوره ليلى سويف، والدكتور الاستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعيه المصريه لحقوق النهوض بالمشاكل المجتمعيه، وكمان لجنه التقصي الحقائق التي شكلت من المجلس القومي لحقوق الانسان لاستماع لشكاوى البديل، ودي كانت في يوم 2 يونيو. والاستاذ عبد الغفار شكري نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان اكد ان هو تم رفع مذكره في 3 يونيو الى المجلس ولم يتم الرد عليها حتى الان. كمان احنا 7 يونيو تقدمت انا شخصيا بطلب الى نقابه الصحفيين لمعرفه لاعلان اسباب رفضها دخول صحفي البديل هذه اللجنه. النهارده كان المفروض الرد عليها، النهارده طلعت اعرف الرد المفترض من النقابه، لكن في الحقيقه ما كانش فيه رد، لكن البوسته اتاخرت، بس حتى اللحظه لما يتم الرد. احنا مفيش اي اسباب تمنعنا من حقنا في الحصول على في الدخول لجنه القيد الحاليه المنعقده، ولذلك هو مطلبنا الرئيسي هو لجنه تكميليه لصحفي البديل لدخول يعني لعوده الحق الى اصحابه ودخول صحفي البديل نقابه الصحفيين. انا شهاب ابو مغيث صحفي في جريده البديل. هو المؤتمر الصحفي النهارده بيتزامن مع اليوم 29 لاعتصامنا ضد المجلس لرفضه قبول اوراق قيدنا في لجنه القيد الحاليه اللي كانت يوم 8 و9 وتم تاجيلها ل 9 و10 اللي هو اخر يوم فيها النهارده. طبعا من يوم 12 واحنا دخلنا في الاضراب 12 شهر اللي عدى شهر 5 لحد النهارده ما فيش بيان واضح من المجلس يقول احنا اسباب رفض قيدنا ايه. فاحنا قررنا كمجموعه المعتصمين قررنا ان احنا نظهر الراي العام صحه موقفنا، خاصه انه في بعض الزملاء، طبعا انت عارف الوسط الصحفي كلهم عيله واحده واسره واحده، بعض الزملاء يعني قال لنا ان انتم ما لكمش حق ويعني في بعض الاوراق ناقصه، فقلنا نعلن الراي العام صحه موقفنا بشكل واضح ونترك الحكم للجميع، ودي طبعا ما فيهاش تحدي ولا حاجه للمجلس. احنا بس يعني مش عارفين المجلس ليه رافض يقول لنا اسباب عدم قيدنا يعني بشكل واضح. يعني احنا بنناشد كافه المسؤولين الاسراع والتعجيل بحل ازمه صحفي البديل. وقفتنا مستمره داخل المبنى، التصعيد مستمر، مناشده المسؤولين في الدوله مستمر، الاضراب عن الطعام واي اجراءات تصعيديه اخرى سيتم اتخاذها وفقا لاجتماع الزملاء. القرارات يتم اتخاذها بالاغلبيه داخل الاعتصام وسيتم الاعلان عنها في حينها.